السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعين قناة شهيوات سعاد إيفاتي. اليوم إن شاء الله نقدم لكم بريوش أو كرواسون بعجينة البريوش بالكريم باتيسيير، كيجي لذيذ بزاف، مقادير مضبوطة وطريقة تحضير سهلة. تبعوا معي الفيديو حتى الآخر وعلى بركة الله ناخذ المقادير وندوزوا لطريقة ديال التحضير. المقادير اللي غنحتاجوا في الوصفة ديالنا: 500 غرام ديال الدقيق الأبيض ما يعادل 5 الكيسان ديال العنبة، 175 مليلتر ديال الحليب ما يعادل كاس ديال العنبه وجوج معالق كبار، 100 غرام ديال السكر سنيده ما يعادل كاس ديال العنبه قل ربع، جوج بيضات بحراره المطبخ، 60 غرام ديال الزبده النوع الممتاز ديال الاكل ما يعادل جوج معالق كبار بحراره المطبخ، نكهه الفانيلا تقدروا تعوضوها بكيس ديال الفانيلا او بقشره حامضه محكوكه، قليل من الملح ومعلقه كبيره ديال خميره الخبز. على بركة الله ندوزو دابا لطريقة ديال التحضير. ناخدو شي إناء فارغ غنديرو فيه الحليب ديالنا، الحليب راه دافئ، غنديرو السكر والخميرة. الخميرة كديروها على حسب الجو، إلا كان الحال بارد كتزيدو الكمية ولا كان الحال سخون بزاف كتنقصو شويش من الكمية. الخميره والملحه هادو كيبقاو، يعني الملحه كتبقى على حسب الذوق والخميره كتبقى على حسب دائما على حسب الجو. غنضيف دابا البيض، ملحه، غنضيف النكهه ديال الفانيلا كما كتلاحظوا معايا تقريبا نص معلقه، تقدروا تعوضوها بكيس ديال الفانيلا او قشره ديال الحامض محكوكه. دابا على بركه الله غنبداو نضيفو الدقيق بشويه بشويه، دابا غنعجن بيدي. اللي بغات تستعمل العجانه تقدر تستعملها. كما كتلاحظوا العجينه ديالنا هي تجمعت، دابا غننظف سطح العمل باش ندير نطلقها بالزبده. كناخذ العجينه ديالي كنحاول نسرحها بيدي، واخا تلصقنا ماشي مشكل، تعفو معاها وصافي. ومي خصها تجي هاد العجينة خصها تجي مرخية، غنحاولو ندخلو فيها هاد الزبدة ونعجنوها، متخافوش منها بتاتا. ضروري الزبدة تكون بحرارة المطبخ باش تدخلنا في العجينة، ومن الأفضل تكون الزبدة يعني ديال الأكل مزيانة ممتازة باش كتجي النسمة ديال هاد الكرواسا زوينة البنينة. كما كتلاحظوا معايا الزبدة كلها دخلت في العجينة، كتجي العجينة مرخية. وغنجيب البول فاش عجنت العجينة ديالي وغنحط فيه هاد العجينة وغنغطيها وغنخليها حتى يتضاعف الحجم ديالها، خصها تخمر مزيان. اهم حاجه في هاد المرحله هادي كلها هو الخميره ديال هاد العجينه هادي، خصها تخمر لنا مزيان وعاد ديك الساعات ندوزو نطلقوها. دابا غنديروها فشي بليصه دافيه وغنخليوها حتى يتضاعف الحجم ديالها. المقادير اللي غنحتاجو الكريم باتيسيير: جوج كيسان ديال الحليب قياس كاس العنبه، 3 المعالق كبار ديال بودره كريم باتيسيير، 3 المعالق كبار ديال السكر سنيده، كيس نكهه الفانيلا باش نسمو. غناخدو واحد الكاسرونه غنديرو فيها الفانيلا السكر سنيده، غنحرك مزيان هاد النواشف كلها. غنبدا نضيف الحليب، كما كتلاحظوا معايا انا درت الكاسرونه ديالي فوق العافيه، غنبقى مستمره في التحريك ما غنتوقفش نهائيا حتى تعقد لنا هذه الكريمه. كما كتلاحظوا معايا الكريمه ديالي هي عقدت،
يعني ما كنوقفش يدي من التحرك باش ما كتحرقليش من التحت وتكور. هاد القوام راه كافيني، راه مزيانه، لاحظوا معايا ناجحه هاد الكريمه هادي. العافيه راها قليله. دابا غنطفي عليها ونخليها تبرد. غناخد شي اناء او شي جبانه وغندير فيه الكريمه ديالي. الكريمه كتجي ناجحه. باش ما ديرليش هاد الكريمه واحد القشره من الفوق، غنغطيها بالسيلوفان، غنحاول ندخلو حتى يقاس الكريمه باش ما ديرليش واحد لاكوش غديرها غتولي غليظه مابقاش مزيانه. هكا احسن. غنديرو لها هاد السيلوفان ونحاولوه يقاس مع الكريمه كما كتلاحظوا معايا، وغنخليوها تبرد. العجينه ديالي ها هي خمرت كما كتلاحظوا معايا، تضاعف الحجم ديالها كما كتلاحظوا خامره. هذه اهم مرحله هي هاد الخميره، خاصها تكون خامره العجينه ديالنا. غنديروا طحين فوق سطح العمل. حاولوا نخويو العجينه ديالنا من الهواء. كما كتلاحظوا معايا دابا غنطويها هكا. غنطويها هكا. غنطويها هكا. الطريقه اللي كنصابو بها البتيبان او الكرواسون. دابا باش ما تعذبنيش في الطليق غنخليها ترتاح واحد شويه. نغطيها السيلوفان اللي كنت مغطيها به قبيله العجينه، غنغطيها واحد شويه وغنخليها ترتاح وعاد نطلقها باش ما تعذبنيش. من بعد ما ارتاحت العجينه دابا غندوزو نطلقوها. انا نحاول نقسمها على جوج على حسب المساحه اللي غنخدم فيها باش ما غتعذبنيش. غنخلي هذه هنا ونديرو دقيق. كنحاول نطلقوا العجينه ونقدوها يعني من هذا الجناب هذا بالخصوص. نقسموها على خمسة. كما كتلاحظوا معايا كنقسمها في الوسط وكندخلها من لهنا ونرجع ندخلها من الداخل. عملية سهلة وبسيطة كتلاحظوا معايا. غنعاود نكرر معكم، نقسمها في الوسط ونطويو لداخل ونرجعو ندخلو هاد الطرف هذا ونخرجو هنا ونقادوها. نفس الشيء على الجنيبات هادو نقادوهم. طاف في الوسط يعني الطريقه سهله. كنظن ان راني وضحت لكم مزيان، ماشي صعيبه كاع في الطويان. يلا الاولى غتجيكم يمكن صعيبه ومن بعد غتسهل. غناخذ صينيه ديال الفرن، يا اما غندهنها بالزيت يا اما غندير عليها ورق الطبخ، ومن الاحسن ورق ديال الطبخ.
وغنصف عليها الكرواسه ديالي، نحاول نبعدها حيت راه غادي تنفخ. نقادها دابا غندوز نطلق العجينه اللي بقات لي. بعد ما ساليت من العجينه ديالي كلها، دابا غنغطيها بكيس بلاستيكي. من الاحسن عاد ندير المنديل، علاش؟ باش ما تشقليش العجينه، حيت دابا شويش مازال الحال سخون، باش ما ديرليش ديك القشره من الفوق. غنغطيها بالبلاستيك وعاد غندير لها المنديل من الفوق. وغنخليها تخمر واحد شويه وعاد ندوزو ندهنوها باش ندخلوها الفران ان شاء الله باذن الله. الكرواسه ديالنا هي خمرت. الكريم باتيسير ديالي راني درتها في هذا البوش. بسم الله، كما كتلاحظوا معايا انا كنحاول نديرها في هاد الفتحات هادو. غندهن دابا الكرواسه ديالي. عندي جوج صفار د البيض، درت لهم واحد القطرات من الخل، غندهن بهم. طبيعه الحال الفرن راه عندي سخون. غندخل الكرواسه ديالي فوق العافيه وغنقلل عليها العافيه الطبع على خاطرها، وعاد نهبطها لتحت تحمر. ملي كنكونو كندهنو ندهنو غير بشويه لان راه خامره عندنا. غنبقى مستمره على هذا الشكل تنكمل الكرواسه ديالي كامله وغندخلها للفران. الكرواسه ديالنا هي وجدت، هذا هو الشكل النهائي ديالها. كما كتلاحظوا معايا كتجي رائعه، لا في المنظر وحتى في المذاق كتجي لذيذه بزاف. صدقوني هاد الوصفه هذه غادي تعجبكم بزاف ملي تجربوها ان شاء الله باذن الله. هذه دهنتها بشويش ديال الناباج، وهذه درت لها شويش ديال السكر كلاصي. كيبقى يعني لكم الاختيار، اللي بغيتو ديروه ديروه، بغيتو تخليوها على طبيعتها تخليوها. دابا غنشوفوا الشكل ديالها كي جات. كما كتلاحظوا معايا جات رطبه، كما كتشوفوا رطبه، وراها ماشي صعيبه، ساهله في التحضير. غير انسان من اول مره كتجي صعيبه، راها غير غتصايبوها المره الاولى غتولي عندكم معتمده. كما كتلاحظوا معايا كتجي من الداخل، صراحه هاد الوصفه هذه كتجي زوينه بزاف، غادي تعجب الوليدات الصغار بزاف. الى هنا وصلنا لنهايه الفيديو. كنشكركم بزاف على حسن المتابعه ديالكم وعلى التشجيع والدعم اللي كتقدموا لي، والى اللقاء في الفيديو القادم بحول الله تعالى. فضلا وليس امرا اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد.